Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر بمصر يلا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد
ليكو انتين تين استطلاع صار وبتحسين تاخدون شفتها؟ واحد انتين ثلاثة طيران الاستطلاع يحلق في أجواء مدينة اللطامنة. هذه طائرة استطلاع تحلق في أجواء مدينة اللطامنة بريف حماة 2/3/2018. طائرة استطلاع تحلق في أجواء مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي 2/3/2018. طائرة استطلاع تحلق في أجواء مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي 2/3/2018. لاحظ في هذه الأيام طيار الاستطلاع لا يغادر أجواء المدينة. بدأنا أسمع أصوات القذائف تزامنا مع تحليق في اتجاه. الله أكبر. إذن طائرة الاستطلاع ترصد والقصف المدفعي مباشرة يكون بعد تحليق هذه الطائرة. قصف برجمات صواريخ على مدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد 3/3/2018. قصف برجمات صواريخ على مدينة كفر زيتا. قصف برجمات صواريخ على مدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد 3/3/2018. الله أكبر. هي أعلام النظام بقلب راجو. هي أعلام النظام. أعلام النظام. الله أكبر. الله أكبر. هي أعلام النظام بقلب راجو. شو ما يقولوا نحن والنظام ما لنا علاقة. هي النظام. هي أعلامه. هي مجرم بشار هون بقلب راجو. تعال شوف له علام كلمة. هي أعلام. الله أكبر. هي أعلام النظام. هاي بقلب راجو. تكبير شباب. الله اكبر. راجو صديق تكبير. الله اكبر. الله اكبر. هاي علم النظام. وهي هاد الدخان الابيض حاطينه فجروه وراحوا دخان سام في قلب راجو. هاي راجو حررة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الرحيم نقوم الآن بفك قنابل العنقودي الذي ألقاها بشار الأسد على الشعب السوري. هكذا نعمل بفك القنابل العنقودية ونقوم بإزالة الساعق. هكذا هذا الساعق. وقوم نعمل على تسخين المتي. طريقة قداحة نعمل الشاي. وهكذا نغلي. وهكذا نعمل الشاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا نعمل الشاي. ها شوفوا شوف يا بشار الأسد عم نسوي الشاي على قنابل العنقودية تبعيتك يا عرصة. شايف بقى يا حمار يا عبد الحمار. صارت تغلي الشاي. هاي بارت